والاستفهام يعتمد على مجموعة من الأدوات، بدونها لا يقوم للاستفهام قائم. وأبرز هذه الأدوات هي الهمزة وهل، وهما حرفان للاستفهام. وكذلك لدينا من أسماء الاستفهام من ومن ذا، نستخدمها للاستفهام عن العاقل، أي عن الإنسان. أما ما وماذا فتستخدم للاستفسار عن غير العاقل. أما للزمان فنستخدم متى وأيان، وللمكان أين وأن.